نروح دلوقتي مع حضراتكم للصحافة الرياضية. خلونا بقى ننتقل من أخبار النادي الأهلي للصحافة، وزي ما احنا عارفين احنا بنروح للصحافة طبعا محليا وعالميا. النهاردة هنقراها عبر السكايب مع الأستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. يا أستاذ عبد القادر بونجور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. و انا عاجبني الوول بيبر جدا، انا بتكلم بجد والله يا استاذ عبد القادر، بتكلم بجد. لا صباح الفل عليك، منورنا بجد وسعداء انك معانا. خلينا نبدا بهنا المانشيت الاول من جريده او صحيفه الرياضه. لو حضرتك سامعني كويس. تمام، سامعك كويس. خلينا نروح المانشيت كده، بيتحدث سان جيرمان، باريس سان جيرمان يعني، بنفيكا يتأهلان ويوفنتوس بيودع. كان في ماتشات مهمه جدا امبارح هنتكلم في تفاصيلها، لكن خلينا نشوف ازاي او وجهه نظرك في مواجهات امس وتوقعاتك. طبعا النهارده كمان بيستكمل اليوم مباريات مهمه جدا، خلينا برضو نعرف توقعاتك اليوم والتألق برضو بتاع باريس سان جيرمان وتألق ميسي مره ثانيه والاحراز والاكثر من هدف. يعني الدنيا مع باريس سان جيرمان زي ما بيتقال كده جيده جدا هذه الفتره، اتفضل يا فندم. طبعا يعني هو في كمان بعيدا عن باريس سان جيرمان، هو في ميسي تيم ورونالدو تيم، يعني في جمهور الكره في العالم منقسم الى اثنين، ناس بتشجع رونالدو وناس بتشجع ميسي. شفنا قبل بدايه الموسم المشكله الكبيره اللي عملها كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد علشان يمشي ويروح نادي بيشارك في دوري ابطال اوروبا، لان عنده رقم صعب جدا ان هو يتكسر. لكن مع غيابه عن البطوله السنه دي ومشاركه ليونيل ميسي، لا ميسي ممكن يقرب من الرقم او ممكن يكسر الرقم الموسم الحالي. طبعا الرقم هو تسجيل كريستيانو رونالدو 140 هدف في تاريخ مشاركاته في دوري ابطال اوروبا، وبقى هو الهداف التاريخي للبطوله. ميسي قبل البطوله، قبل البطوله ما تبدا، كان متاخر بفارق 15 هدف عن كريستيانو رونالدو. النهارده ميسي او امبارح ميسي سجل هدفين ورفع رصيده الى 129 هدف، وبقى فاضل له 11 هدف علشان يعادل كريستيانو رونالدو. ومن هنا بتيجي الازمه اللي عند رونالدو، ان هو يعني عايز يمشي باي طريقه حتى يكمل من دور 16 لو يقدر يشارك مع اي فريق في دور 16 لو مشي في يناير، لان سمعنا كتير جدا في الصحافه الانجليزيه عن احتماليه كبيره لخروج رونالدو في يناير. ففي سباق كبير جدا داخل دوري الابطال ما بين الاثنين. طبعا انا عشان ميسي تيم، فانا يعني سعيد بتالق ميسي، واعتقد ان هو هيرجع تاني للمنافسه على البالون دور، لان في 2022 كان حدث غريب جدا وهو خروج ليونيل ميسي لاول مره من اول 30 لاعب، يعني حتى مش رقم 20 مش رقم 29، هو خارج القائمة تماما. فده كانت حاجة غريبة جدا، واعتقد ان ميسي الموسم الحالي او في بداية الموسم الحالي 2022 هو بيرد في الملعب. وسبب توهج باريس سان جيرمان هو الثنائية اللي عملها ميسي مع مبابي. يعني الموسم اللي فات نقدر نقول ان هو كان تأقلم، كان في حالة من الصدمة عند ليونيل ميسي اللي هو لاول مره وجد نفسه خارج اسوار نادي برشلونه اللي دخله وهو مجرد طفل، مش هقول ناشئ حتى، قادم من الارجنتين. لقى نفسه في باريس عاصمه جديده، مدينه جديده خالص، جمهور جديد، اجواء جديده، دوري مختلف، فهو كان عنده حاله من الصدمه. لكن الموسم الحالي لا، هو تأقلم بشكل مميز جدا، ساهم في اكتر من 20 هدف في 2022. بدا يرجع تاني ليونيل ميسي اللي احنا نعرفه، امبارح سجل هدف جميل جدا بوجه القدم الخارجي، يعني حاجه من اللي ما بنشوفهاش كتير اشتهر بيها في الفتره الاخيره لوكا مودريتش نجم ريال مدريد. جواو كانسيلو صنع بيها هدف رائع جدا لايرلينج هالاند في بروسيا دورتموند، لكن مش في مباراه الامس، لا مباراه الجوله الاولى او الدور الاول في دوري ابطال اوروبا. فطبعا ميسي نقدر نقول ميسي رجع. اذا باريس سان جيرمان السنه دي مرشح بقوه، طبعا كل سنه بيكون مرشح بقوه، لكن السنه دي يتميز ان عنده ليونيل ميسي في حاله من التوهج الشديد جدا، وعنده كمان مبابي، وطبعا لا يمكن ان ننسى نيمار. يعني فطالما الثلاثه دول في حالتهم الفنيه على المستوى الهجومي، اعتقد يعني مفيش هي نقطه كويسه. بس هعلق سريعا على اخر حاجه قلتها، يعني فكره هنا الثلاثي ده او التراينجل ده تراينجل قوي جدا جدا في الكره العالميه، ولكن المشاكل مؤخرا ما بين نيمار ومبابي برضو مؤثره، ومحاوله مبابي ان هو يدخل ميسي في المعادله برضو مش افضل شيء، لو حضرتك تتفق معايا. طبعا كان في ازمات كبيره جدا، وساهم في ده كمان مؤخرا الاعلان عن العقد الخرافي لكيليان مبابي في باريس سان جيرمان اللي سمعنا ارقام، يعني انا
مش قادر استوعبها، ان هو 650 مليون يورو عقد اللاعب علشان بس يفضل في باريس سان جيرمان، فلما يبقى فيه نجوم كبار جدا بحجم ميسي ونيمار، بس دول يعني عندهم كمان سيرجيو راموس يعني اسطوره او تاريخ بيتحرك معاهم في الملعب، فما ينفعش ان لاعب اصغر منهم يمكن بنصف عمرهم تقريبا اقصر قليلا يعني عايز يبقى هو النجم، عايز يبقى هو ياخد كل الامتيازات، اكيد ده ما يسعدش اي نجم موجود في الفريق. ودي هي مشكله الجلاكتيكوس اللي كان عامله ريال مدريد قبل كده، ان هو جاب عمل منتخب العالم والناس كلها قالت طالما معاك افضل افراد يبقى انت معاك افضل فريق، لكن الموضوع ده اتعمل عليه ابحاث كتير، حتى صحيح اتعملت في كره صحيح السله لما عدد كبير من النجوم في الفريق الواحد، ده كانت ازمه كبيره، لكن الموسم الحالي يمكن يكون في يعني تحسن بعض الشيء ما بين مبابي وميسي، شفنا أدائهم في الملعب صنعوا كتير لبعض الموسم الحالي، ونيمار ابتدى يخش معاهم كمان، فيعني اعتقد ان باريس المره دي ممكن ينافس بقوه، وان كان هو نافس قبل كده فعلا وصل للنهائي صحيح وخسر من بارك، لكن ممكن يرجع للمنافسه بقوه السنه. رائع. طيب يعني انا برضو عايز اتكلم مع حضرتك في تفاصيل مانشات جاء هذه المره من خلال اليوم السابع، وكنت لسه متاخد من الرقم اللي حضرتك قلته، انا بصيت ان هود يعني لو تشوفوا بس فقدت الكريم النطق معانا. والله العظيم، يعني انا يعني ادفعوا لي 650 مليون عشان بس استمر، ده استمر ما يستمر مرة يا استاذ عبد مستمر القادر، قوي. ما يستمر ان شاء الله ملاعب خالص، وايه المشكله؟ عاملين بونص غريب جدا يعني لا كل لا لا صيف لا 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 ده كتير يا استاذ عبد القادر، ده كتير والله. طيب انا هروح مع حضرتك لعنوان او المانشيت الرئيسي في اليوم السابع، بيقول ريال مدريد يفتح الباب امام هازارد للرحيل في يناير، وطبعا التفاصيل بتتكلم عن ان كشفت تقارير صحفيه لاحدى الصحف الاسبانيه ان نادي ريال مدريد قرر التخلص من نجمه البلجيكي ايدن هازارد في عام 2023، حيث اظهر العديد من الانديه الاهتمام به وعلى راسهم يوفنتوس الايطالي. التركية هنا بقى ايه من ضمن السياق الخبر، يعني ان سجل هازارد 7 أهداف فقط وقدم 11 تمريرة حاسمة لريال مدريد منذ انضمامه إلى النادي، على الرغم من دفع النادي أو الفريق الملكي ل 150 مليون جنيه استرليني للتعاقد معاه. على كده يا أستاذ عبد القادر يبقى الجول واقف ب 21 مليون تقريبا لو أنا مش غلطان، كتير برضه، كتير يا نهوى، كتير قوي، كتير كتير. طيب رأي حضرتك بقى الأسباب الحقيقية للرحيل، هل فعلا إن هو لم يؤتي ثماره في مقابل المبلغ اللي الضخم اللي اتدفع فيه، دي حاجة، الحاجة التانية تعتقد هتكون وجهته القادمة فين؟ طبعا ده خبر كل موسم او خبر كل سوق انتقالات ان ريال مدريد عايز يتخلص من هازارد، وكان قبل كده كمان جاريس بيل، الاثنين يعني نقدر نقول، او خلينا نتكلم في هازارد دلوقتي بما ان جاريس بيل صفحته انتهت، لكن هازارد نقدر نقول كده يعني بالبلدي ان هي صفقه شربها ريال مدريد او صفقه غير موفقه بالنسبه لريال مدريد، ان هو يدفع هذا المبلغ الكبير في هازارد ويجي الراجل يتحول تماما، كنا بنشوفه في تشيلسي كان يعني لاعب غير طبيعي، لاعب غير عادي، شبه ميسي في صناعه الاهداف، في الاهداف حتى في القتال في الملعب، بدنيا كان مختلف خالص. جه ريال مدريد زي ما حضرتك قلت لعب 70 ماتش في كام سنه، يعني في 3 سنين او 4 سنين، لا الموضوع صعب جدا، ان هو عنده اصابات كتير كمان ما بيشاركش كتير، يعني جمهور ريال مدريد اكتر خبر ممكن تسالهم بتسمعوه ايه في النادي، هيقول لك خبر اصابه هازارد او عوده هازارد للتدريبات، فطبعا يعني هو ريال مدريد بيحاول يتخلص منه، لان ريال مدريد كمان محتاج يبقى عنده فند او محتاج يبقى عنده دخل كبير في سوق الانتقالات اللي جايه، علشان المفروض ان هو يبتدي يتعاقد مع مهاجم يكون بديل لكريم بنزيما، يبتدي ان هو يدعم صفوفه بشكل اقوى من كده كتير، خاصه في الدفاع والوسط، طبعا هو عنده عدد كبير من اللاعبين الواعدين في الوقت الحالي، لكن هو محتاج الفلوس اللي هتيجي من بيع ايدن هازارد، لكن مين هيدفع اصلا مبلغ كبير دلوقتي في هازارد علشان الفتره السيئه او الهيستوري السيء في اخر 3 أو 4 سنين للاعب، طبعا صعب جدا تلاقي نادي يدفع 100 مليون دلوقتي في هازارد، وان كان الرقم ده بنسمعه كتير دلوقتي في الكوره، يعني شفنا مانشستر سيتي بيجيب جاك جريليش من استون فيلا ب 100 مليون ونفس القصه برضه، هو غير خالص اللاعب اللي كان في استون فيلا قبل كده، فيعني في صفقات بتبقى ممكن تشتري لاعب نجم كبير جدا ويجي عندك ما يعملش حاجه، والعكس صحيح. تماما، تشتري لاعب ما حدش يعرفه زي ما شفنا ليفربول عمل اكتر من مره، يمكن حتى صفقاته اللي عملها الجيل الحالي اللي بنى الجيل الحالي لليفربول او لحد الموسم اللي فات بما فيهم ثلاثي الهجوم الرهيب في ليفربول صلاح وماني وفيرمينو ما كانوش من نجوم الصف الاول وقت تعاقد ريال مدريد معاهم، لكن
هذا بيظل علامة استفهام كبيرة جدا في ريال مدريد، محدش فاهم ايه اللي بيحصل، محدش فاهم ايه سبب الاصابات. ممكن ناس كتير قالت ان هو الراجل خلاص شاف ان هو حقق حلمه بالانتقال لريال مدريد وان هو وصل لاعلى حاجه ممكن يوصل لها في الكوره، فابتدت العادات والسلوكيات بتاعته خارج الملعب تاثر عليه، ناس كتير شافته وزنه زايد اكتر من مره، حتى اثناء نزوله او مشاركته في المباريات بيبقى باين عليه فعلا ان وزنه زايد، حتى الناس بقت تعمل عليه كوميكس ان هو على طول بالبيتزا والبرجر والحاجات دي، لان هو واضح جدا ان سلوكياته خارج الملعب مش احسن حاجه، وده ممكن يفسر شويه الاصابات اللي تعرض ليها، لان على العكس تماما في مانشستر سيتي مثلا لما تعاقد مع ايرلينج هالاند كان عنده نفس المشكله في بروسيا دورتموند في اخر موسم ان اصاباته كتير جدا، في مانشستر سيتي طبيب ملازم ليه 24 ساعه، طبعا مش في البيت ولكن على تواصل دائم معاه، بيعرف ياكل امتى وبينام امتى وبيعمل ايه، حتى لما سالوا جوارديولا ليه الراجل ده بطل يتصاب قال لهم بينام كويس، والراجل رد بسخريه يعني، فهو العادات خارج الملعب هي المؤثره طيب. وهي اللي هازارد بيخرج من ريال مدريد او على وشك يخرج من ريال مدريد. طيب استاذ عبد القادر، يعني نروح لاخر ماتشات بقى من في الجول، والماتشات كالاتي: جوارديولا بيكشف سبب خروج طبعا هالاند امام دورتموند، واللي برضو اثار يعني علامات استفهام ناس كتيره امبارح، كانتش فاهمه ليه يعني هالاند بيخرج لهذا التغيير. لكن خليني اقول من يعني مستهل الخبر، تصريحات جوارديولا هي اللي عندي عليها علامه استفهام شويه. يعني هو تحدث ان هم قدموا اللي هم عايزينه او خرجوا من المباراه باللي هم عايزينه، ان التعادل ده كان يعني كويس ليهم ولبروسيا دورتموند، واتكلم برضو في حته ان الشوط الاولاني بروسيا كانوا متالقين اكتر، لكن الشوط الثاني هو قدر ان هو يعوض في الملعب اللي حصل معاهم في او يعني التكتل الدفاعي الكبير اللي كان من قبل بروسيا دورتموند في الشوط الاول. خليني اعرف رايك في النقطه دي. طبعا يعني امبارح الماتش فعلا جوارديولا لعب بشيء من الواقعيه والمجازفه في نفس الوقت، لان هو يعني مبدئيا الحارس الاساسي بتاعه ايدرسون مورايس ما كانش بيشارك، لاعب الحارس اورتيجا اللي لسه متعاقد معاه في الصيف الماضي، وعمل بعض التغييرات، شارك رياض محرز اللي ما كانش بيشارك، ورياض محرز طبعا ضيع ضربه جزاء للمباراه الثانيه على التوالي، هو لا حديث في انجلترا عن غير عن رياض محرز. امبارح كان الترند رقم واحد مثلا على تويتر في المملكه المتحده اثناء وبعد المباراه، لان محرز ضيع ضربتين جزاء متتاليتين، وقبل صحيح. كده الماضي ضيع ضربه جزاء كانت ممكن جدا تحسم الدوري قبل الجوله الاخيره لمانشستر سيتي، فكان لو السيتي خسر الدوري الموسم اللي فات كان الناس كلها هتروح لمحرز، نفس الكلام لو السيتي كان خسر امبارح المباراه وبالتالي خسر صداره المجموعه كان برضو الناس كلها هتقول محرز هو السبب، وجوارديولا علق بعد المباراه وقال ان محرز عنده شجاعه ان هو ياخد ضربات الجزاء، ولكن يعني ضحك شويه قال لا لازم يريح شويه مش هيشوط تاني الفتره اللي جايه، لان اخر 3 ركلات جزاء يعني ضيعهم وكان ممكن يضيع معاه مانشستر سيتي. لكن خلينا نرجع لايرلينج هالاند، هو طبعا هالاند الموسم الحالي هو تم استبداله في مباراه كوبنهاجن في الجوله الثالثه في دوري ابطال اوروبا، وما لعبش اصلا المباراه الجوله الرابعه امام كوبنهاجن، رغم انها كانت مباراه سهله بعض الشيء بالنسبه لمانشستر سيتي لو لعب بالقوه الهجوميه الضربه وكان يقدر يعزز ارقامه، لكن هو توقف عند 5 اهداف ما سجلش من الجوله الثانيه، يعني ال5 اهداف اللي جابهم في اول جولتين او اول 3 جولات لانه ما لعبش في الرابعه، وطبعا الثالثه لعب شوط واحد امام مسجل فيها هدفين، فزي ما كنا بنتكلم عن الهيستوري بتاع الاصابات بتاع هالاند، فجوارديولا بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحافظ على الراجل لو في شك ان هو بالظبط ممكن يتعرض بالظبط لزياده او ارهاق، وشايف ان المباراه مش محتاجه يعني بيسحبه، فهو امبارح قال كمان ان هو كان عنده سخونيه او عنده ارتفاع في درجه الحراره قبل المباراه وما كانش في احسن حالاته يعني، فهو قرر اسحبه، خاصة ان البديل بتاعه الارجنتيني جوليان الفاريز ده مهاجم رائع جدا، ولكن هو حظه سيء جدا برضه ان هو جاي في فريق في ايرلينج هالاند، فمستحيل انك تلعب بالظبط بالظبط حتى لو يعني، فهو برضه بيحاول يديله الفرصة وفي نفس الوقت بيحاول يريح هالاند لان لسه الموسم طويل والمشوار طويل جدا سواء في الدوري او في دوري ابطال اوروبا. بس هي فعلا نقطة مهمة اللي حضرتك ختمت بيها استاذ عبد القادر، فكرة هنا ان البعض فعلا علق على ان موضوع هالاند ان هو معاه مهاجم اخر ده شوية بيعطل او معطل هالاند شوية من اللعب او الاداء الاميز ليه يعني. على كل حال مشكورك جدا استاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي على هذه التغطية، شكرا ليك جدا. تغطيته جميلة وتحليله للامور جميل جدا، بس انا